والله شو نقول لك، اول حاجه انا سعيد بالمنطقه هذه بصراحه، يعني ثلث 17 فبراير يعني اول مره نفرح من جدي في الاستقبال بصراحه. الله اكبر. وناس سايره بصراحه، وفعلا كانوا يعني كان مضغوط عليهم فعلا هذوما، مش مثل يقول لك لا لا والله كنا، لا لا فعلا كانوا الناس مضغوطه شعرنا به، يعني وقت دخلنا يعني النساء والاطفال بشده يعني بقوه مجانيه يعني. الله اكبر يكبروا كذا. من وين انطلقت يا ثاير انت؟ من منطقه تزربو. يا مرحبا بالجوده. تزربو مرحبا. يس ودخلنا عليه زله. استشهد منا واحد عبد الله بدر الله يرحمه، ويقول لي سلم لي علي، هو طبعا كان مضروب وعرف روحه ضربه جايه في مقتل يعني. يقول تسلم لي على جماعه هون. الله اكبر. حتى الشيخ ناصر بوجفور قال كم في الخطبه، طبعا الخطبه الجمعه اللي فاتت كان هو اللي خاطب في الجمعه اللي فاتت. الله اكبر. قال لكم سلم عليكم عبد الله بدر الله يرحمه. الله اكبر. ودخلنا طبعا بطريقه عجوبه بكل صعوبه، مشينا الله معاكم يا راجل. ما في ما في شيء على الله كبير. مشينا حوالي 60 كيلو بدون ضي في الليل، وخايفين حتى من النيت مرة يغلط. هذا اخونا في الثوره الكفره. يا مرحبتين بيك. يا مرحبتين بيك. متراب الشب كله شب عموما، كلنا شمس واحدة تقند فينا. ايوه الله ينال عنك. ونكرر لك عجبني الاستقبال وعجبتني المنطقة هذه بصراحة. حتغوطها واجباك والله مش مجامل. الله اكبر. الله اكبر. في النهايه هذين مشاعر انت من حقك انك تطلعهن في حبك للمنطقه وحبك للناس. ايوه تفضل على راحتك فرهد كيف ما تبي تقول. تريح. وحتى نفس مش فرق بينها وبين تزربو، نفس طبعا كلنا وطن جريد. بالضبط. وين ما نمشي نحق النخل خلاص حقنا خلنا تزربو، هذه تزربو. بالضبط بالضبط. الشيخ قال لي جينا من مطلع من سبها، قال لي كل يوم نسافر فيه جماعه يا رجل ما في شغل ما في شيء نمر. وين بتمشوا؟ بنرد الهون. فعلا الشباب عندهم قال بالليل قلت لهم، قال لي صار لنا برنامج بديك، قلت لهم اسمع ما عاد فيه وتر واحد مره بنطلع. قلنا قال تو احنا واتين، قال 10 دقائق قلت جماعه يبو جوهانا قلت يبو جوهانا تو كلهم حتى اللي جوهم الكفره مثل ما شافوا غات لا شافوا شيء. قالوا تريحنا في المنطقه بصراحه تريحنا فيها. لا